احنا وين بالضبط؟ نبي يونس. ايه؟ شارع المركز. شنو المحل مالي؟ شرب الزبيب والرافدين مرطبات. ايه؟ شربت هسه عندكم انتم حاضرين مستعدين ان شاء الله؟ مستعدين الحمد لله والشكر. سويتوا ايه؟ كملنا شغلنا الساعه نكمل الحمد لله. كم حاويه عندكم نهايه؟ تقريبا ما يعادل 40 50 ما يوصل 60. ايه؟ ايه الحمد لله. استعدادا؟ استعدادا رمضان من اليوم نجهز. نعم. الغداء رمضان اول يوم رمضان مبارك. بعد شويه راح يجون الناس يشترون شرب اكياس. ايه من الصبح ياخذون الجمله المفرد. ايه منو ياخذ الجمله؟ اهل قياره اربيل دهوك بغداد هاي المحافظات المناطق جانب الايمن المحلات. زين عندكم يعني الفقراء يعني تنطون ما عند شلون؟ شلون دائما ننطي الحج ما يخلي قصره او صاحب المحل. ايه يوزع خيرات. يوزع خيرات خير من الله ينطي ابد ما يرد احد. زبيب هذا يعني انتم صار لكم سنين تشتغلون به؟ ايه سنين قديم هو الحج انا جديد بينه بس هو صاحب المحل قديم حل قديم من ابانه وجده. ايه غير الزبيب شنو اللي بعد تبيعه؟ زبيب برتقال رمان تمر هند جوزن هند سوس نمبصره موز جميع العصايا كلها برمضان؟ اي رمضان مبارك. ايه كلها خلال شهر رمضان. والاساسي الزبيب والبرتقال والرمان. والله الحمد لله والشكر احنا مستعدين وجاهزين ومحضرين شغلنا كله. كم حاويه مسوين من هذا شربت؟ والله احنا حاسبين حساب يعني مال الجمله والمفرد وكل انواع عندنا. عندنا البرتقال وعندنا الزبيب. ايه ونفس السعر مال العام يعني. يعني ايش الكيس؟ يعني العام بعنا الكيس ب 1000 وهالسنه ب 1000 ما غيرنا مع العلم يعني صعدت المواد وغلت. هذا 1000 دينار هذا الكيس. هذا الكيس هسه حاليا نبيعه ب 1000 نفسه مال العام بالضبط. اكو الشربت يجوز سوا ب 1000 وربع ب 1000 ونص بس احنا نبقى مع المواطن نبيع ب 1000. المواد اثرت علينا زياده بالشكر زياده بالمواد بس احنا نظل نبيع ب 1000. هذا الكيس هذا البرتقال همينه 8 قلاصات هم ب 1000 دينار نفس السعر ما عندنا اي زياده اي زياده عن العام ما عندنا. قياسات معينه نفس القياسات المعينه مع العام. هذا البطل لان التعبئه شويه غاليه التعبئه ماله 150 دينار فنبيعه ب 1000 ونص وهذا كميته اكبر من الكيس اكبر من الكيس بثلاث قلاصات نبيعه ب 1000 ونص. هذا مرغوب على جماعة الشمال ما شمال يسحبون سحب ما طبيعي من هذا. جملة تبيعون؟ عندنا جملة نعم وعندنا معامير بس احنا ما نبيع غير بس المعامير الخاصين. اكو ناس تجينا تريد تاخذ الشربت تخليه بالحاوية برا على الشمس ويحمض الشربت وما يبيعوه فهذول ما نقدر نبيعهم احنا نبيع بس الثابتين.